قول لنا رايك في التنظيم بصفه عامه في البطوله وايه اللي انت شايفه ان هو ممكن يبقى خلال الفتره القادمه يؤثر على ان البطوله دي تطلع كوادر بشكل كويس للانديه المصريه. لا هو مبدئيا احنا فعلا في اول تجربه ليهم في البطوله. انا اعرف لعيبه في فرق مختلفه, جالها فرق في الدوري الممتاز, فرق ممتاز به, وده افتكر من اهداف البطوله بدات في الاول. احنا بنتكلم تبقى لنا 5 شهور, بتكلم مع اي حد في كل الفرق الناس كلها لا يعني كل فرقه بقت مستقتله عايز تاخدها, كل فرقه عاجبها جدا الاكسبيرينس, ما فيش حد واخدها اللي هو دوره هزار او دوره جايين نبص مع بعض. بدات كده بالناس كلها, في الاخر كله بقى عايز ياخدها فاينل, كله مو بعضه. ان شاء الله النهارده فرقتنا تخلصها لينا ان شاء الله. يعني كلمنا جبت كام جون في البطوله وعملت كام اسيست, يعني عرف الناس بنفسك. انا جايب 8 وعامل 5 وبس, وان شاء الله النهارده يعني اتمنى ازود ده وده ان شاء الله. يعني طموحك ايه الفتره الجايه في البطوله؟ في البطوله خلاص النهارده الفاينل, وبنلعب فرقه تقيله قوي, فرقه حافظه بعض واحنا عارفينهم وعارفين اغلبهم. عايزين ناخدها, واخدين الموضوع لقلبنا شويه. الدوره بدا بقى لها 5 شهور, فمجهود 5 شهور هيتحدد في ال 90 دقيقه اللي جايين دول, واحنا ان شاء الله جاهزين ان شاء الله ناخدها. التنظيم بتاع البطوله عموما, هل انت شايف ان ممكن تساعد ازاي الكره المصريه انها تطلع مواهب؟ فكره البطوله نفسها فكره خطيره, موجوده بره مصر بشكل مختلف. في انجلترا مثلا في حاجه اسمها ساندي ليج, ده ليج للهواه بتعمل كل حد, او هو زي ما هو اسمه ساندي ليج, ده معمول لاي حد مش متقيد في نادي او اي حاجه, وبيطلع منه لعيبه تكمل في انديه وتوصل للدوري الممتاز. فدي بالظبط فكره الليج ده. عشان كده الفكره انا قلت حتى للمنظمين من اول يوم كانوا بيتكلموا معايا فيه, الفكره خطيره, الفكره بالنسبه لاول مره يعملوها منظمه جدا جدا. اكيد طبعا لسه مع كل دوره هيعملوها هيبقى في حاجه بتتطور, وده طبيعي في اي دوره بتبدا, بس كاول مره لا التنظيم خطير. وبالعكس زي ما قلت لك فكره ان هم جابوا احصائيات اللعيبه, جابوا فيديوهات اللعيبه, ده خلى حتى الناس كلها بقت واخده الموضوع جد قوي. اللعيب يخلص ماتشه يلاقي بالليل احصائياته هو لوحده, كل لمسه ليه هو لوحده, في فيديو بتبعت له لوحده, دي ما بتحصلش في مصر. فلا يعني حاجات بصراحه بيقدموا حاجه ما سمعناش عنها غير بره. يعني ازاي استعديت انت وزمايلك للمباراه النهائيه, وكلمنا ايه الكلام اللي في اوضه اللبس مثلا اتكلمت قلته ايه لبعض؟ احنا من طبعا قبل النهائي كان لسه من 3 ايام, فاحنا كان المجاميع خلصانه بقى لها قبل رمضان, فاحنا استعدينا للسيمي فاينل والفاينل مع بعض. يعني احنا كلامنا ان احنا خلاص بقى لنا زي ما قلت بقى لنا 5 شهور بنلعب البطوله دي, موجود 5 شهور هتحط في 3 ايام من يوم الثلاث ليوم الجمعه. الفرقه كلها مركزه, اللي كان مسافر ما سافرش, واللي كان مأجس في العيد سافر رجع بدري, واللي كان عنده سفريه دلوقتي قرر ما يروحهاش. يعني الفرقه كلها مستقتله فعلا, الفرقه كلها مركزه قوي. خلاص انت موجود 5 شهور, لو النهارده بعد الشر يعني 90 دقيقه دي ما كانتش في صالحنا خلاص, يعني كل اللي فات ده بالنسبه لنا ولا حاجه. يعني بالعكس دايما عندي مبدا كده ان التاني ده اكبر خسران, يعني ما بيتوجع اكتر من اي حد يعني, فان شاء الله ما نكونش احنا خسرانين.